سائق التاكسي الذي قد يصبح زعيما لتركيا، أيا كان الرئيس أردوغان والمدة اللي هو قاعد فيها في السلطة، في النهاية في شخص هيجي بعد أردوغان. أردوغان نجم أوحد، مش عايز أي نجم جنبه ولا أي حد مشهور جنبه ولا أي ستار في تركيا غيره، وعمل ده مع عبد الله جول لما أزاحه، فتحلى جولا لما اشتبك معاه، أحمد داوود أغلو لما أطاح بيه. هو مش عايز أي نجم في الدولة إلا نجم واحد، رجب طيب أردوغان. لكن في النهاية طبيعة الحياة، أردوغان مش هيقعد للأبد. مين الشخص اللي ممكن يجي في إطار بقاء النظام؟ يعني ما لم يسقط النظام، إذا استمر النظام في تركيا، مين اللي ممكن يكون الزعيم اللي بعد أردوغان؟ في اسمين كبار جدا، وارد حد فيهم يكون الزعيم، أو الاتنين يكونوا مع بعض شراكة في الزعامة في مرحلة ما بعد أردوغان. الاسم الأولاني وزير النقل اللي بقى رئيس الوزراء علي يلدرم، والشخص الثاني وزير الطاقة اللي هو زوج إسراء أردوغان بنت الرئيس أردوغان اللي هو بيرات البيرق، اللي كان دايما واقف جنب الرئيس أردوغان في أزمة الانقلاب. بيرات اللي هو زوج إسراء بنت الرئيس أردوغان كان في تفكير إنه هو اللي يبقى رئيس الحزب. رئيس الحزب هو أوتوماتيك بيبقى رئيس الوزراء أو رئيس الحكومة في تركيا. لما أردوغان مشى أغلو كان في صراع مين هيبقى رئيس الحزب ورئيس الحكومة في تركيا. كان النجم الصاعد عنده 40 سنة اللي هو زوج إسراء أردوغان هو اللي ممكن يكون زعيم البلاد أو رئيس وزراء تركيا. لكن سيرة القرابة عملت علامات استفهام، والمفاجأة إن رئيس أردوغان إدى إشارات كتيرة جدا واختار علي يلدرم يبقى هو رئيس الوزراء. لكن علي يلدرم ما هوش جاي عشان يبقى مجرد صورة موجودة في البلد إلى جوار أردوغان، إنما أثبت الحقيقة في موضوع الانقلاب إن هو نجم سياسي كبير وإن ممكن يكون زعيم تركيا القادم. في الوقت اللي أردوغان ما ظهرش فيه نهائي، في الوقت اللي الكل بيقول أردوغان انتهى أو الانقلاب نجح، طلع علي يلدرم، وكان دي جرأة وجسارة كبيرة منه إن يطلع في المشهد ويتكلم في الإعلام ويهاجم الانقلاب حتى يسقط الانقلاب. في الأداء ده رفع أسهمه كتير جدا جدا. هو في الأصل مهندس بحري، وكان رئيس شركة عبارات اسمها شركة اسطنبول العبارات، هو أصلا من عائلة كردية. ولما كان رئيس شركة اسطنبول العبارات كان أردوغان رئيس بلدية اسطنبول، فالاتنين تعرفوا على بعض وبقوا أصدقاء منذ ذلك الوقت. أسس الحزب مع أردوغان والمجموعة المؤسسة ليه، بعد كده بقى وزير ونائب، ودلوقتي هو رئيس الوزراء. لكن اللي يشوف تصريحات علي يلدرم يحس انه بيتكلم في كل الملفات الداخليه والخارجيه، يتكلم كرجل دوله مسؤول، مش عامل الحساب اللي كان معمول قبل كده لاردوغان بيتسرب باعتباره زعيم حقيقي او شريك في الزعامه على تركيا. يعني مثلا تصريحه النهارده بشار الاسد يمكن ان يبقى رئيسا مؤقتا، ده كلام جريء جدا وجديد جدا. قال برضو تركيا لن تسمح بتقسيم سوريا، قال لن يكون هناك حرس جمهوري بعد اليوم، قال قبل كده لا يمكن الاستغناء عن مصر، وإن لابد من توثيق العلاقات الاقتصادية والعسكرية مع مصر. يعني بدأ بيتكلم في ملفات كبيرة جدا، خطرة جدا، ملغمة جدا، بكل جرأة وقوة، ويبدو أن عنده رؤية في هذا الإطار. فهو أجرأ كتير جدا، مش مجرد تابع لأردوغان، أجرأ كتير جدا من سلفي أحمد داوود أغلو، بيتصرف كرجل دولة كبير، عنده إحساس أن عنده شرعية لأنه نجح في وقت الانقلاب يتصرف كرجل دولة كبير مسؤول، فده يتكلم في كل الملفات. هل يكون علي يلدرم هو الزعيم القادم لتركيا؟ وارد جدا. المشهد اللي عمله مؤخرا كان مشهد من أجل جذب الشعبية ليه، ركب تاكسي على أنه هو سواق التاكسي، والناس بتركب التاكسي طبعا بيفاجئوا ان هم بيفاجئوا او لا يفاجئوا، بس المهم بيفاجئوا في الصوره ان علي يلدرم هو اللي بيسوق التاكسي، بيكلمهم بقى في الموضوعات اللي في البلد، السياسه والاقتصاد، العلاقات الخارجيه والداخليه ماشيه ازاي. فطبعا المشهد ده اللي هنشوفه دلوقتي خلى علي يلدرم يتحول الى نجم شعبي
بعد ما كان نجم سياسي كبير لأنه تحدث حين صمت الآخرون في ليلة الانقلاب.